لازال العالم كله مشغول بموضوع فيروس كورونا، هنتكلم النهارده في جزئيه في استخدام المطهرات واستخدام السوائل اللي ممكن الصابون والحاجات اللي ممكن نغسل بيها ايدينا وتقي من الفيروسات وبتموت مش عارف 99% من الميكروبات، لكن في منها كتير جدا بتصنع فيما يسمى ببير السلم، ازاي نعرف الحاجات المغشوشه ونقيها تماما وهل استخدامنا للحاجات المغشوشه ممكن يعني يعني يضرنا اكتر ما يفيدنا وايه الحاجات الافضل ان احنا نستخدمها من غير ما نقول يعني اسامي تجاريه نستخدمها للوقايه من مش بس من فيروس كورونا لكن من اي فيروسات في حتى لو فيروس الانفلونزا العادي نعمل ايه اسئله كثيره نسالها لكن اسمحوا نرحب بضيفنا اللي بينورنا النهارده دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنه صناعه الدواء بنقابه صيادله القاهره وعضو مجلس اداره شعبه الادويه باتحاد الغرف التجاريه اهلا بحضرتك دكتورة دكتورة وحاله خوف كده وهلع طبعا عند الناس كلها بسبب فيروس كورونا ويمكن ده خلى فيه اقبال وتهافت وجري على الصيدليات واماكن بيع المطهرات والمنظفات وطبعا جميل ان الواحد يكون عنده حرص يكون عنده ثقافه استخدام الحاجات دي فحضرتك برضو شايف فكره ان المخاوف اللي مخليانا نجري على ده ونشتري كتير قوي ده مطهر وده منظف ده صح ولا احنا مزودينها شويه من وجهه نظر حضرتك؟ هو هو بشكل عام الحرص واجب زي ما بقوله طبعا ولكن حالة الهلع اللي موجودة في السوشيال ميديا واللي بتتناقل عن طريق الإعلام بصورة غير طبيعية وبصورة مبالغ فيها نقل الهلع ده للأشخاص بشكل عام في مصر مم. لكن في مبالغة وللأسف الشديد دائما وأبدا أي مبالغة بتلقى اللي بيصطاد هذه المبالغة لتحقيق مكاسب وأرباح خيالية طبع. استغلال بقى. جدا اه بصوره غير طبيعيه انا أعرف حضرتك في بعض ادوات النظافه او زي مثل موضوع الكمامات اول ما طلع الموضوع لو نفتكر احنا في 2003 اول ما طلع سارس و2012 عشر طلع ميرس اللي هي متلازمه الشرق الاوسط التنفسيه كان في مشكله كبيره جدا ظهرت في السعوديه في 2012 و2003 ظهرت فين؟ ظهرت في جنوب الصين. في نفس التوقيت ده بالظبط حصل ان تلقى تجار جمله بدوا يدخلوا السوق المصري ويلموا كل الكمامات الموجوده في السوق وبدا يحصل ان الاسعار بدات تضرب في 10 اضعاف م. فانا بقول ان فكره انك تتعامل بشيء من الحرص ويكون في توازن في تصرفك ده ينعكس يعني بايجابيه عليك وعلى المحيطين ليك بمعنى ايه حضرتك دلوقتي يجي واحد يقول لك انا اروح اشتري مثلا 100 كمامه واخزن عندي 2000 كمامه طب وبعدين م. طب وجارك واهلك وناسك يحصل ايه؟ فتحصل تلقى التاجر تيجي حضرتك تتصرف في دول تروح تشتري كمامه ام جنيه او اتنين تلقى بيت بستة 6 و و طبعا عايز يكسب ويكسب ملايين ال ال الحرص واجب لكن المزايده والمغالاه في الحرص بندفع ثمنه وبيعمل لخبطه في المجتمع بشكل عام يعني بخلي الأمور مفيش بي بيخلي الامور ما فيش توازن فيها بيخلي في كده ايه تشوه في المعادله صحيح انت المعادله السعريه بالذات احنا لازم لازم نتعاون لازم عندنا وعي بس الوعي بشطاره زياده على اللزوم بندفع تمن الحاجه مش هتخلص يعني لو كان مستحيل. في توازن نشتري على قد استخدامنا مش هتخلص لكن لا ده في انا انا يعني انا للاسف انا معلش انا يمكن اقول لفظ قد قد يزعل بعض انا بحس انها ممكن تبقى خيانه للوطن لما انت تروح تحاول تكسب ملايين وتصدر بره وممكن تبقى مصر محتاجه مم. وعلى فكره كل قوانين العالم كله كل قوانين العالم هم... بتمنع ان تصدر الا الماده اللي عندك ايا كان منتج دوائي او ماده استهلاكيه الا عن الا عن الزاد عن حد. طب ماشي ما هي الدوله المصريه تقدر تعمل كده يعني تقدر تقول ممنوع تصدير ما الكمامات ما ما بتصدر بتقول غير شرعيه دي المشكله الكبرى التهريب. تمام طب عايزين نسال حضرتك عن استخدام المطهرات والحاجات اللي هي بتقتل البكتيريا ومش عارف ايه والحاجات دي كلها ازاي نثق ان الحاجات دي فعلا ليها مفعول؟ بص يا فندم احنا دايما وبعد ما بنتكلم على مطهرات لازم يبقى في مرجعيه احنا بنرجع لها. دبليو اتش او منظمه الصحه العالميه. تمام. منظمه الصحه العالميه حددت كام ماده اللي هي إيه إيه اللي هي حطيتها في حاجه اسمها اسينشال دراج ليست. <applause> اللي هي قائمه الادويه الاساسيه. قائمه الادويه الاساسيه دي بتعتمد على حاجتين. الامان او المامونيه والفاعليه. <applause> تكون امنه امنه وممكن اجيب حاجه فعاله جدا فعالة. ممكن اجيب حاجه فعاله جدا بس مش امنه على الصحه تدمر على اي ميكروب اه لكن مش فعاله اه ممكن تبوظ الجلد ممكن تبوظ ممكن أو. تعمل التهابات ممكن تعمل ممكن تعمل حاجات على الجهاز التنفسي صحيح ففي حاجتين المامونيه والفعاليه فهم حددوا كم ماده أه مثلا بعض المواد منها مثلا زي الايزو مثلا ايزو بروبايل الكول الايثانول الكحول الايثيلي نركز في الحته الكحول الايثيلي وهنرجع لها تاني شو لك الفرق بينها ما بين حاجه تانيه بتفوتها الخطوره مثلا حاجه اسمها كلور الموجودة في احد المطهرات المشهوره جدا امم مشهوره جدا احنا بنتكلم على انها امنه ولا غير امنه لا امنه امنه اه عن الحاجات الامنه تمام آه الايزوبروبايل الكول ايثانول كلور كلور في بعض الاحيان الاحيان بيستخدم مم. طب الحاجات دي كلها هل الحاجات دي كلها موجوده عند محل المنظفات اللي جايب براميل وحاططها من بره على الريون اه بيبيع لي في الكيس او او في او في مثلا ده غير كيس ده حضرتك عربيات صغيره بتلف في الشوارع اه بينادي في الميكروفون بتنادي بتنادي وينزل المؤاخذه حارس العقار ولا واحده تناديها هات كذا <applause> المشكلة إن الحاجات دي بتحمل نفس الاسم لأن احنا الاسم ما ارتبطش باسم تجاري أو علامة تجارية، هو ارتبط بأن إن دي المادة اللي بتعمل ده أو بتقتل الميكروبات ده <applause> هو فحامل هو نفس الاسم. لما تيجي يعني تعملي صابون أو تعملي سائل أو تعملي آه. شامبو أو تعملي جل بتعمليه ببروتوكولز معينة. <applause> بحط مواد فيه مثلا الجل المادة فيه حاجة اسمها كاربومير. بنحط فيه مثلا ألكهول، بنحط فيه مثل مادة مثلا مطهرة. بنحطها بخواص معينه بتركيزات معينه تمام طب ما يمكن هو بيعمل كده يا دكتور لا لا ما بيح... لا ما, بيح... ما بيح... كده فن فندم الراجل آه. بيجيب كوز لماخذه يعني يدلق يدوب يتكلم يتكون الجل الهلامه او الشامبو او الصابونه اتكونت دامه آه. وبيقطع وبيعبى وخلاص كده ايوه بيبيع في الكيس ده بيبيع في ايوه في آه. كيسة وبر... بتيجي براميل كبيره ما احنا بنشوف بعينينا آه. ده ايه ايه خطورته ده علي؟ يعني احنا عايزين نرضي نوعي الناس يا دكتور اولا ديستر. اولا في حاجه مهمه جدا في بعض الناس الايثانول بيبقى اغلى من الميثانول امم فبنا نستخدم بعض انواع الكحول اللي هي ممكن تضر وبتتفاعل مع الهواء وتطلع حاجه زي الفورمالدهايد امم وتطلع حاجه زي الفورميك اسيد ده كله بياثر على الجهاز الجهاز العصبي للعين والجهاز الهضمي لو حصل امتصاص دي بكميات كبيره جدا م. لان الايثانول الميثانول ماده بتطير فبتتفاعل مع الهواء عشان برضه يا دكتور ممكن نقول لست البيت تعرفها ازاي يعني غالبا لما تيجي مثلا لو حاجه هتغسل بيها حوض مثلا تبص لها عينيها حاسه عينيها وجعتها آه طبعا يعني. اه طبعا مثلا هم يعني احنا احنا دايما وابدا بنقول ايه احنا نرجع للبدايات ايوه الصابون المتعارف عليه انت مش عارف هذا الصابون المتعارف عليه المعروف في السوق مش لازم الصابون اللي هو بيموت لا البكتيريا و وتسعين هو في نقطتين بس وتم... في نقطتين, آه. فيه نقطتين. في صابون بيز يعني قاعد الصابون والماده الرئيسيه اللي بتكون الصابون تمام ده اللي هو اي نوع صابون في صابون تاني بيستخدم بعض الاستخدامات الطبيه امم زي احد احد انواع الصابون المشهوره الماده اللي اسمها كلوروزي فيه تمام في صابون تاني بحط فيه جليسرين عشان يبقى مطهر امم في صابون تاني بحط فيه كبريت عشان يشتغل بيشتغل بشكل معين طب انا دلوقتي مش عارف افرق بالظبط انا كنت اسال حاجة انا رايح الصيدليه او رايح السوبر ماركت اشتري حاجه كويسه بس انا مش عارف ايه الفرق ال ال بص يا فندم ال ال العميل احيانا ما بيعرفش يفرق بالظبط في رقم كود موجود على العبوات دي احنا اتكلمنا قبل كده في تراك اند تريس تتبع آه. الدوائي رقم الكود ده ما يتقري حتى حاجه حتى ما اشتري من هايبر ماركت بيتقري اه اللي هو الباركود متكود, متكود. اه سته مش عارف جاي, التين جاي, التين جاي حتى لو جاي من مصنع جاي من مصنع مرخص بيه واخد تراخيص من الادارات المختصه فما دام في كود يبقى ده صالح للاستخدام ال... بلاش بلاش المحلات وبلاش العربيات نهائي انا عندي حاجتين اه يا فندم البتاع اللي هو بيتباع في العربيه اللي حضرتك ضده ده ده بيبقى رخيص ده مثلا ده بروح اشتري الازازة ب 30 جنيه ده بروح اشتري ب 6 جنيه لا ده مش رخيص ده غالي جدا ليه بقى غالي؟ لان انا بشتريه رخيص بدفع ثمنه بعدها بيوم اثنين ثلاثه اربعه غالي جدا م. بيعمل التهابات على الجلد بقى محتاج اجيب ادويه عشان تشيل التهاباته الحسيه بيعمل لي حكه ممكن يعمل التهابات في العين الناس مش بتحسبها كده يا دكتور بحسب ان انا بشتري مثلا ازازه قد كده برقم لكن انا بجيب كيلو من المنظف بيقعد عندي في البيت لما فين لما على بيخلص هو, هو بشكل هو <applause> لا هو بشكل عام المطهرات والحاجات دي كلها مش غاليه قوي في بعض الانواع موجوده في الصيدليات ورخيصه جدا خاصه موضوع الجل مش غاليه الفكره في ايه ان انا الجل اللي في الايد ده جل المطهر قد كده يا دكتور بنجيبه لاولادنا قد كده ب 10 ب 10 جنيه صدقني ب 30 جنيه لا انت بس تبطل تروح الصيدليه الكبيره روح الصيدليه الصغيره ب 30 جنيه صدقني هو غالي انا قلت له ليه دي ليه دي ب 30 جنيه قال لي هي كانت ب 10 جنيه ده خارج التسعير يعني. قال لي كانت ب 10 جنيه بس حضرتك عشان موضوع الكورونا كل سنه وانت طيب غالي بقى ب 30 ده خارج التسعير أوه. طب في حاجه اسهل في حاجتين عندي انا عندي حاجه اسمها كحول إيسيلي ده موجود في الصيدليات والصيدلي الخبير يعرفه من ريحته الكحول الإيسيلي مش الميثانول مش الميسيلي اه سام الكحول الإيسيلي احنا يا دكتور احنا غلابه الكلام الال... السياد السياد دي هن دي اللي حضرتك المصطلحات اللي حضرتك بتقولها دي الصيدلي يعرفوا الكلام ده عشان آه. بقول لك يبقى لاش اشتري اي نوع كحول من الصيدليات آه. طب ما في حاجه بسيطه جدا الصابون عادي اللي في البيت الفكره ازاي اغسل ايديا ازاي اغسل آه. ايديا ازاي بقى مم. يعني يعني طريقه غسل اليد مهمه جدا يعني حتى الـ 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 الاطفال اللي هم في, في المدارس الخاصه في هم بيعلموهم هناك ازاي تمسك الصابون اول ح اول حاجه حاجه مهمه جدا افتح الحنفيه واغسل إيدي بميه عاديه خالص في الاول قبل الصابونه ليه <applause> اولا بتخلي ال القدره على ان الصابونه تتفاعل مع المذيبات مع الحاجات الميكروبات بعدها اقوى آه. غسلت ايديا عادي جدا آه. بميه عاديه جدا امسك شويه من سو سواء صابون سائل او صابون صلب واغسل إيدي كده على طول كده والحته دي مهمه جدا بين الصوابع بين الصوابع آه. نركز في الحته دي بين م. الصوابع لو انا ما عملتش كده تمام وعملت كده بس لازم اخسر كل صباع لوحده يا سلام محدش بيعمل كده انا لو عملت كده يا فندم الحته دي مليانه وخلي بالك التجاعيد دي الخطوط آه. ديت مليانه م. م. فمحتاجه ضغط ومحتاجه ضغط بالاصابع <applause> ولازم ده يتغسل كان عارف انا اسف يعني زي اللي بتطور اللي بتطور كوسه في البيت لازم يتغسل كده لوحده ده مهم لازم يتغسل آه. كده اه ده بالذات لازم ثاني الضوافر لازم ابقى قاصد كويس قوي لما بعمل كده بعمل حاجتين بنضف الحته دي وبخلي الحاجات الموجوده بين الضوافر تطلع يا <applause> طبعا دكتور مهمه لو ما انا ما بشوفش حد بيعمل كده احنا 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 احنا, إحنا في التعامل جداً عشان الامور طبيعيه انا اسف يعني يا دكتور معظم الـ الـ المص يعني المصريين بزي يتعودوا لما يكون بياكل حاجه وايديه مثلا دخل فيها حاجه طبيخ او عسل او اي حاجه لازم لازم يحط <applause> ايده لازم يحط بعض لك لحضرتك اللي بيحصل عشان بص آه. في الامور الطبيعيه في, بعض في الامور الطبيعيه يعني. احنا خلينا بس احنا انا احنا 100 مليون طبعا وبيئات مختلفة وثقافات مختلفة طبعا ومناطق شعبية ومناطق راقية صح. صح احنا خلينا نتكلم بس ببساطة في الامور الطبيعية ما عنديش مشكلة لكن انا دلوقتي عندي تخوف من حاجة معينة وعندي حاجات بسيطة تقيني من أي مشكلة تحصل بعدين مم. وتحت إيدي ومتناول الكل يعني بدل المطهرات بنقول نغسل إيدينا زي بالصابونة في الصابونة اه المطهرات آه. أصل فكرة بقى المطهرات نيجي بقى للحتة بقى الأخطر المقابض الأبواب دي مشكلة كبيرة أنا غسلت إيدي وبتصابون كويس ونشفتها نشفتها انا شفتها بايه بالفوطه الموجوده في النادي لا مناديل ورقيه في جيبي اطلع المنديل او المنديلين انشف بيهم ايديا وامسك اقفل الحنفيه بالمنديل المنديل, وباب الباب افتحه بالمنديل, بالمنديل وارميه في في الباسكت يا ريت الباسكت تكون بتفتح بالرجل تمام مش بليد احنا بنتكلم في حاجات يعني محدش فينا. انا قلت, يعني لحضرتك, قلت لحضرتك قلت لحضرتك قلت لحضرتك انا في الامور الطبيعيه ما عنديش مشكله لكن دلوقتي دكتور الـ الـ يعني البعض طبعا الجل اللي هو بيطهر الايدين انا لو حاطه في شنطتي او مديه الولاد في شنطه المدرسه فما فيش بقى مش بيغسل ميه ممكن بصورة. بس اقول حاجه يا دكتور أوك. قبل الاجابه بتاعتها احنا اثناء الكلام دكتور محفوظ بنعرض فيديو ده منظمه الصحه العالميه عامله نفس الكلام اللي بيقوله لنا دكتور محفوظ عشان نقي نفسنا من فيروس كورونا. تطهير الاسطح و دي و... مهمه جدا آه. لان انا اقول لحضرتك دلوقتي قاعده جبت موبايل حطيته على ال... على الديسك وكان حد عبس قبلي او كان حد رمى حاجه قبلي وفيها حاجه، خدت الموبايل مسكته حطيته على وداني دعكت في عينيا. نقلت حاجه. عشان كده انا حتى لسه كنت بتكلم احنا خلينا نبدا ونقول حاجه مهمه في الحلقه، نعمل شعار <applause> يعني خلينا نقول اذا اردت ان تحمي نفسك فاحمي الاخرين <applause> يعني بلاش حته طب انا مالي طب انا كويس ما انت كويس عطست خليت واحد ممكن مناعته ضعيفة لقط ميكروب منك تعب بدا يلف لك الميكروب ده بصوره اقوى <applause> فاحنا بنقول ايه احنا لازم يبقى عندنا ثقافه ازاي يعني نستخدم المناديل <applause> <applause> ازاي نبقى عندنا ثقافه سلوكيه معينه بغض النظر عن كورونا وغير كورونا بس في حاجات يعني مثلا انا هكون حريصه على أوكرة الباب على سطح ترابيزه انا قاعد عليه الكرسي اللي انا قاعد عليه كان في حد قاعد جنبي وانا حاطت ايدي عليه يعني حاجات في حاجات كتير قوي حاجات بديهيات لكن قال آه لكن آه في حاجات في ايديكي مثلا مدارس اه المفروض في موظف عامله نظافه في المدارس <applause> المفروض المدارس وانا اركان ده حتى في احد المدارس طلبت منهم يا جماعه انتم المفروض تتعاونوا مع اولياء الامور مم. لو انتم محتاجين فلوس او محتاجين ناس تجمعوا وتجيب فلوس تجيب ادوات نظافه نجيب ما عنديش اه اه ويجي حد راقب من اولياء الامور او مجلس الم... او مجلس الم... الم... مع, مين؟ مع المدرسه يشوف الحمام آه. بتنظف ازاي يعني حتى لو مدرسة حكوميه وقالوا يا جماعه كل واحد اللي يقدر يجيب كلور بسيطه جدا يقدر يجيب مش, مش عارف الناس ايه الناس بس دور مين يا فندم ده دور دور المنظمات المدنيه بعض الاحزاب السياسيه بعض اللجان الشعبيه الموجوده في المناطق النقابات الاعلام يوضح للناس المدير المدرسه المفروض يبقى في كونكشن بينه ما بين بينه ما بين اولياء الامور الموضوع مش مش انت مطالب منك تعمل كذا لانها هشاركك والفكره يا دكتور مش فكره انا برضو يعني لو ينفع يعني لو لو جاز التعبير ان احنا نقول نصيحه مش لازم المكان اللي انت رايحه يبقى تجبره ان هو يوفر لك ده يعني انت مثلا رايح حاجز مسرح مثلا ااا أه ولادك هيعملوا فيه مسرحيه او حاجز قاعه مثلا مفيش مشكله بجمله مصاريفك وانت رايح خد ازازه كلور وخد خد ازازه مش عارف ايه ب 40 جنيه ولا حاجه للمكان نفسه سواء هو نظف او ما نظفش مشاركه مشاركه منك مشاركه منك الحاجات دي تكون موجوده وده وده, يا فندم لازم الناس يبقى عندها وعي وعي احنا احنا للاسف في مصر هو ميزه وعيب يعني احنا ايه واخدين الموضوع ببساطه عارف حضرتك الكوميكس على السوشيال آه. ميديا اه الحمد لله يعني الحمد لله احنا مش احنا اللي بنقول ده المنظ... منظمه الصحه العالميه اللي قالت مش احنا مفيش غير حالتين مفيش حاله والحمد لله وال... مفيش مفيش اي حاله وفاه صحيح ولكن ال... لكن بره القصه مختلفه م. احنا على فكره اول ما بدا احنا ن... لو نفتكر ميرسون ميرس لما بدا في السعوديه في 2007 تقريبا مم. كان بدا في السعوديه عن طريق مم. الجمال صحيح سارس كان بدا في الصين جنوب الصين مم. ونشكر ربنا 2003 وما وصلش احنا حوالي 200 دوله اعتقد 200 أوه. دوله يمكن م... احنا شعب يقول لك خليها على الله سارس عشان... ده يا دكتور سارس 26 دوله وصيبوا 27 دوله, دولة وصيبوا بيه طبعا مم. سارس ده موت 800 الف بني ادم في العالم ونشكر ربنا ما دخلش مصر دكتور انا قدامي للاسف 30 ثانيه وعايزين نصيحه كده اخيره طب في النصيحه برده عشان الماما والولاد وكنت بقول حضرتك على الجل كفايه انه من غير صابون يطهر الايد ويعقمها ولا لا لا عشان ايه احنا بنغلط الغلطه لا, الغلط. لا. البديهيات نغسل ايدينا بالصابون الاول كويس قوي وننشف وعايزين نحط جل احنا متحرك عشان الاسطح ولمس الاسطح مش مشكله نغسل ايديا في الوقت المتاح لكن اخد انا الجل في ايدي اطهر على في ايدي كذا مره في اليوم الماسكات يعني استاذن حضرتك برضو الماسكات يا جماعه تلبس مره واحده ولما تيجي تتقلع ما تتقلعش من هنا م. تتقلع من الودن وتتحط في كيس وتتربط وتترمي في البصل اه وما يبدلوهاش مع بعض وما تتبدلش وتستخدم مره واحده وما تتنسكش من هنا تمام طيب. نشكرك جدا يا دكتور حقيقي نورتنا جلس. دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنه صناعه الدواء بنقابه صيادة القاهره وعضو مجلس اداره شعبه الادويه باتحاد الغرف التجاريه ونتمنى نعمل بالنصائح الحلوه اللي حضرتك قلتها نورتنا يا دكتور شكرا لوجود حضرتك طيب. معنا بنشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده ان شاء الله نتقابل معاكم يوم السبت على خير في حلقه جديده من صباح النور 9 الصبح والى اللقاء صباح الفل